بالنسبه لي اهم حاجه في حياتي. الوغ يعني كتبقى الخدمه ملي كتجي كنديرها بور لو بليزير. في صمت الفرنشات في المغربي، انا اصلا اي فيلم مغربي كنبغي نشوفه، يعني غير هذه السيمانه جيت شفت فيلم مغربي في السينما، ماشي اون افون بروميير ولكن كمتفرجه. واليوم بغي نجي حيت الصديق ديالي رشيد الوالي كاين في الفيلم وكيعجبوني الممثلين سعيده بعدي، وكانتاج مغربي نبغي نعرف شنو جديد، وخصوصا انا بعد شويه ما بقاش عندي اتصال كبير سورتو بالافلام السينمائيه، ما عنديش اللي نشوفها. ملي كنكون في المغرب اي فرصه كتتاح لي باش نشوف فيلم مغربي كنشوفه. ان شاء الله ان شاء الله شي حاجه قريبه ان شاء الله.